تدخل نظيف يفتك الكرة بدون أخطاء. تدخل وافتكاك في منطقة الجزاء. فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. سانشو يسير بالكرة باتجاه المرمى. عند الكرة في مكان خطير. نوير يتصدى نوير لكن ما زالت فيها خطورة. سأل الكرة إلى ليونيل ميسي. هنا في مكان خطير. عند الإمكانية هنا. تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. والكرة عند لوثر ماتيوس الآن. رائع في قراءة الفريق الخصم. فينالدوم قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. ليونيل ميسي ماذا سيفعل الآن؟ يتقدم باتجاه المرمى. مارادونا مع الكرة. جابي تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. ليو ميسي جون بول بويتوس. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. نوير يتصدى واللعب مستمر الآن. ليونيل ميسي لينيكر يفقد الكرة. جوردان هندرسون كرة في مكان خطير. الله على الفدائية من المدافع. شف اعتراض الكرة الماضية. بيرسل الكرة لوسط المنطقة. بينفذ الركنية. فرصة العرضية الخطيرة. يتقدم نحو المرمى. قد تكون هذه الفرصة. الكرة رمية تماس. ليونيل ميسي فرصة متاحة للعب العرضية. عند الكرة الآن. يقطع الكرة في مكان خطير. جون بول بويتوس فابيو كانافارو إيفان بيرزيتش. كيف راح يتصرف فيها؟ فينالدوم ضاعت الكرة. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. بتروح الكرة للخصم. تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة. بيرزيتش عادت إلى إيفان بيرزيتش. لم تصد نوير لكن ما زالت فيها خطورة. مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب. دقة كبيرة في التمرير. عند الفرصة في هذه اللحظات. كرة كانت خطيرة لكن تصطدم في الدفاع. كرة عند مارادونا. بيرزيتش مارادونا مع الكرة. جون بول بويتوس فينالدوم. الوقت المضاف هو دقيقتين لهذه المباراة. يعرف كيف يقرا الملعب بشكل مميز. ميسي يتقدم. ميسي ينطلق بالكرة. بإمكانه إرسال كرة عرضية. افتكاك ممتاز في 18. الحكم ينهي الشوط الأول.
ينطلق الآن الشوط الثاني من هذه المباراة الكبيرة ضمن مباريات دوري 48 ساعة لأبطال فوت. بيرزيج، فينالدوم، الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص الكرة والسيطرة عليها. بيرلا ميندي، جون بول بويتوس يلمس الكرة لكنه ما سيطر عليها. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. حكم الراية احتسب تسلل. تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. بلايني 100 ثانية خلف المدافعين. سيسيكو، الله على الكرة، الكرة تخادع حارس المرمى، الشباك تتحرك. دخل منذ قليل، لم ينتظر كثيرا، لم يكن بحاجة إلى الوقت، وضع الكرة في الشباك. أي تبديل، أي عصا سحرية يملكها هذا المدرب. رائع كان هذا اللاعب في تلك اللقطة. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. كرة في مكان خطير، تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. سيسيكو، قد تكون هذه الفرصة. جوردان هندرسون، روسي، تسل الموجود في هذه اللقطة. يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي. يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل. الله على الكرة. إيفان بيرزيتش، عند بول بويتوس، هدف آخر، كل ما يحتاجون إليه الآن ليظهر الفريق شخصيته وقدرته على العودة. النتيجة الآن 2-1، والكرة تعود إلى منتصف الملعب. قدرة رائعة في قراءة الخصم، ضغط جيد لاستعادة الكرة. جيرارد مورينو يتقدم نحو المرمى، تدخل وابتكاك في منطقة الجزاء. فرصة أمام المرمى، هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. الكرة مقطوعة من ليونيل ميسي. بيرزيتش، فينالدوم، فرصة الآن، كرة خطيرة في مكان، كرة تحرك الشباك. يا الله، الكرة في الزاوية الصعبة في أسفل المرمى. هدف جميل، كرة ملعوبة. يا سلام على هذه اللقطة. يا الله، الكرة في المرمى، الكرة صعبة في أسفل الشباك، صعبة على حارس المرمى. تمريرات بهدوء بعرض الملعب للوصول إلى منطقة الخطر. جون بول بويتوس، مباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير. بينية خطيرة من ميسي، حارس بيتصد. يمنع فرصة هدف محقق، تألق كبير في اللقطة الماضية من حارس المرمى. تنفذ قصيرة، عند الفرصة في هذه اللحظات، يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الخصم. ماذا سيفعل الآن؟ الهجوم بطريقة التيكي تاكا، تمريرات سريعة من أجل إيجاد المساحة المناسبة لضرب الدفاع. ديابي،
تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. عند روسي، الله على حارس المرمى. شوف التصدي، شوف اللقطة، كرة كانت صعبة لكن شوف المرونة، ردة الفعل الجميلة. يتقدم باتجاه المرمى، بيخلص الكرة في مربع العمليات، يفقد الكرة. ميسي يتقدم، ميسي ينطلق بالكرة. ديابي، دومبيلي، الحكم يعلن عن وجود مخالفة. كرة ثابتة تحتسب الحكم ويكتفي بالإنذار الشفوي. قطع سهل الكرة بعد تمريرة خاطئة. تذهب إلى رمي التماس. روسي، 9 دقائق متبقية من عمر المباراة. سيسيكو، تمريرة بعد تمريرة بعد تمريرة. يا سلام هذا الكلام، انظر إلى كرة القدم الآن. جوردن هندرسون، سيسيكو، مساحة كبيرة على الجناح. جيروم بواتينغ، يفقد الاستحواذ. كيمبيمبي، جون بول بويتوس، بيرزيتش. قد تكون هذه آخر فرصة لهم في المباراة لتسجيل التعادل. تيمو فيرنر، جميل الكرة البينية، يا الله على النطرة. فقدوا الكرة. بيرزيتش بيلعب الكرة البينية. صفرة الحكم تعلن عن وجود تسلل. انتهت هذه المحاولة. شوف اللقطة اللي كان ممكن تغير مجرية هذه المباراة. لو تأخر قليلا في الانطلاق في لحظة طلب الكرة ربما رأينا الآن كرة